بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وذلك في كتاب الصيام. ووقفنا عند المسألة الثانية عشرة من المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في حديث أبي هريرة في الأعرابي الواطئ امرأته في نهار رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: المسألة الثانية عشرة: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه السلام عن ذكره، وبعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزاه الشهران، وإن كفر بغيره قضى يوما. والصحيح وجوب القضاء والسكوت عنه لتقرره وظهوره، وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث سعيد بن المسيب أعني القضاء. والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه، وهي المذاهب التي حكيناها، وهذا الخلاف في الرجل. فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم، إذ لم يوجب عليها الكفارة. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة، وهي أن من وطئ امرأته في نهار رمضان فإن صيامه يفسد، لكن هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ والقضاء ما معناه؟ القضاء في اصطلاح أهل العلم هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا، فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدد لها شرعا. ويقابل القضاء الإعادة، فهي يقابل القضاء الأداء، فهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا أولا، فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا أولا. وقيل أولا لإخراج الإعادة، لأن الإعادة هي فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا ثانيا. ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن الأداء والقضاء والإعادة تتعلق بالعبادات التي قدر الشارع لها وقتا محددا، أي وقتا معلوم البداية معلوم النهاية، فلا توصف المعاملات بالأداء على هذا التفسير، ولا بالقضاء ولا بالإعادة. فهذه الألفاظ الثلاثة تختص
بالعبادات التي قدر الشارع لها وقتا محددا. إذا تقرر هذا فمن أفسد صيامه بوطء في نهار رمضان هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ وقع في ذلك خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال ذكرها المصنف رحمه الله. القول الأول أنه يجب عليه القضاء، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ونسبه المصنف رحمه الله لجمهور الأمة. والدليل على هذا ما سيأتي من ذكر المصنف رحمه الله، من أن الله سبحانه وتعالى أوجب صيام رمضان سالما من المفسدات، ومن وطئ امرأته في نهار رمضان فقد أفسد صومه ولم يأتي بما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيبقى في ذمته، وإذا بقي في ذمته وجب عليه قضاؤه. فدليل أصحاب هذا القول وهم الجمهور أن الله سبحانه وتعالى أمر بصيام رمضان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وما دام أنه مأمور به فإنه يتعلق بالذمة، فمن أفسده فإنه لم يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وما دام أنه لم يأتي بما أمره الله تعالى به فإنه يبقى في ذمته ويجب عليه قضاؤه. القول الثاني أن القضاء لا يجب، فمن وطئ امرأته في نهار رمضان فإن صيامه فاسد لكن لا يجب عليه القضاء. وهذا قول عند الشافعية، وقد ذكره المصنف رحمه الله بقوله: وذهب بعضهم. وهؤلاء البعض الذين أشار لهم المصنف رحمه الله هم الشافعية في أحد القولين، أما القول الآخر فيوافقون فيه جمهور أهل العلم في وجوب القضاء. واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي بالكفارة لم يخبره بأن القضاء واجب في ذمته، بل سكت عن ذلك، فدل ذلك على أن القضاء لا يجب عليه، لأن القاعدة أن السكوت في مقام البيان بيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت عن بيان وجوب القضاء على الأعرابي، فدل ذلك على أنه لا يجب عليه، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي جواب المصنف رحمه الله عن هذا الدليل بعد قليل إن شاء الله تعالى. القول الثالث هو التفصيل في المسألة، وهو أن من كفر بالصيام بأن صام شهرين متتابعين فلا يجب عليه القضاء، وأما من كفر بغير الصيام كمن كفر بالعتق أو كفر بالإطعام فهذا يجب عليه القضاء. وهذا أشار له المصنف رحمه الله بقولهم: وبعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران، وإن كفر بغيره قضى يوما. وهذا القول محكي عن الإمام الأوزاعي عالم الشام الإمام الجليل رحمه الله.
ثم صرح المصنف رحمه الله بأن الصحيح هو ما ذهب له جمهور الفقهاء من وجوب القضاء على من أفسد صيامه بالوطء في نهار رمضان. فإن قال قائل كيف يكون الجواب عن دليل أصحاب القول الثاني؟ فإن أصحاب القول الثاني استدلوا بماذا؟ استدلوا بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان وجوب القضاء، والسكوت في مقام البيان بيان، ولو كان القضاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي. فالجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذكر وجوب القضاء هنا اعتمادا على بيان وجوب القضاء على من أفسد الصيام، وقد صار هذا الأمر معلوما لدى المسلمين، وهو أن من أفسد صيامه لزمه قضاؤه، كما في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا مراد المصنف رحمه الله في قوله والسكوت عنه لتقرره وظهوره. فهذه العبارة لماذا أوردها المصنف رحمه الله هنا؟ أوردها ردا على دليل أصحاب القول الثاني. والقاعدة أنه إذا حصل البيان مرة واحدة فإنه لا يلزم تكراره، فلا يلزم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان كل مرة، فإذا حصل البيان مرة واحدة فإن ذلك كاف. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه مع أن القضاء قد دلت عليه أدلة الشريعة كقوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، إلا أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصم يوما مكانه، وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث سعيد بن المسيب عن القضاء، يعني جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء في قوله وصم يوما مكانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الأقوال الثلاثة لأهل العلم هي موجودة عند الشافعية، فمنهم من يقول بالقول الأول، ومنهم من يقول بالقول الثاني، ومنهم من يقول بالقول الثالث. وهذا الخلاف السابق قرر المصنف رحمه الله أنه عند الشافعية إنما يكون في الرجل، أما المرأة فعندهم يجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم في المذهب. فقوله فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم إذ لم يوجب عليها الكفارة، يعني إذ لم يوجب الشافعية عليها الكفارة، وما دام أن الكفارة لا تجب عليها عندهم فإنه يجب عليها القضاء. والمصنف رحمه الله كما عرفنا يكثر من آراء الشافعي من ذكر آراء الشافعية في كتابه هذا، لأنه استقر في آخر الأمر على رأي الشافعية ومذهبهم. نعم. المسألة الثالثة عشر، اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ وللشافعي قولان، أحدهما الوجوب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد، الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصوص عند أصحاب الشافعي من قوليه. ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج
لا تلاقي المرأة أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا، وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي. واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور، منها ما لا يتعلق بالحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره، والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب العسيف، فإن اعترفت رجمها، فلو وجبت الكفارة على المرأة لا أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أنيس. والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه، أحدها أننا لا نسلم الحاجة إلى إعلامها فإنها لم تعترف بسبب الكفارة، وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما، وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه. وثانيها أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز ألا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوقت، إما لصغرها أو جنونها أو كفرها أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم. واعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عذره حتى أخبره به مستحيل. وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة، وينافيها قوله فيما رووه هلكت وأهلكت. وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية. وثالثها لا نسلم بعدم بيان الحكم، فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك، والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في الحكم، وهذا وجه قوي، وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بيّنوا في المرأة معنى يمكن أن يظن بسبب اختلاف حكمها مع حكم الرجل بخلاف غير الأعرابي من الناس، فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه. وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه، فيمكن أن يكون هذا منه. وأيضا فجعل الزوج في الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل والمرأة محل، فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل فيقال واطئ ومواقع، ولا يقال للمرأة ذلك، وليس هذا بقويين، فإن المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل، فقد أضيف اسم الزنا إليها في كتاب الله تعالى، ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي أن المرأة الموطوءة في نهار رمضان هل تجب عليها الكفارة أو لا تجب؟ وقد وقع في ذلك خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن المرأة تجب عليها الكفارة، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب المشهور عندهم، فتجب الكفارة على المرأة الموطوءة في نهار رمضان إذا كانت طائعة مختارة. القول الثاني أن الكفارة لا تجب عليها، وهذا هو
المنصوص عليه في مذهب الشافعية، وهو رواية أخرى عند الحنابلة. وإنما تختص الكفارة بالزوج، أما المرأة فلا تجب عليها عندهم. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله كلام المصنف رحمه الله على الأدلة ووجوه الاستدلال بكلام متين بديع. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن الشافعية في المنصوص عنهم يذهبون إلى عدم وجوب الكفارة على المرأة، ذكر أن الشافعية اختلفوا فيما بينهم هل الكفارة الواجبة على الزوج تكون خاصة به ولا تتعلق بذمة المرأة، أو أنها تجب على الزوج وتكون كفارة عنه وعن الزوجة. هذا فيه خلاف في مذهب الشافعية على قولين ذكر المصنف رحمه الله أن هذين القولين مخرجان من كلام الشافعي، ومعنى ذلك أن الشافعي رحمه الله لم ينص على هذين القولين، وإنما كان ذلك قياساً على قول الإمام الشافعي رحمه الله. والتخريج على قول الإمام معناه نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها وتسويتها به، نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها وتسويتها به. والتخريج في كلام الأئمة كالقياس في الأدلة الشرعية. وإذا تقرر هذا وعرفنا المذاهب في المسألة، فما هي أدلة أهل العلم التي تؤخذ من هذا الحديث؟ لأن المصنف رحمه الله من منهجه في هذا الكتاب أنه يذكر الأحكام التي تستنبط من الحديث، أما ما لا علاقة له بدلالة الحديث فإنه لا يخوض فيه وإن كان يشير له. ولهذا بين منهجه هذا في قوله: واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور منها ما لا يتعلق بالحديث، يعني لا يتعلق بدلالة الحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره، لأن منهجه في كتابه هذا أنه يذكر الأحكام التي تتعلق بدلالة الحديث. وهذا المنهج صرح به في مواطن كثيرة، في أكثر من 10 مواطن نص على هذا، وبين أنه إنما يذكر الأحكام التي تتعلق بدلالة الحديث. فبدأ الآن يبين دليل الذين ذهبوا إلى أن المرأة لا تجب عليها الكفارة، وهم من؟ هم الشافعية في المنصوص عندهم. وما هو دليلهم؟ قال: دليلهم الذي يؤخذ من الحديث، وتفهم من هذا أن الشافعية لهم أدلة أخرى لكنها لا تؤخذ من هذا الحديث، وهو إنما يذكر فقط الدليل الذي يؤخذ من الحديث. فقال: والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم، أي من استدلال الشافعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الرجل لما جاءه مستفتيا وأمره بالكفارة بأن الكفارة تجب أيضا على امرأته،
مع أن الحاجة إلى إخبارها بذلك داعية، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن كان يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن في وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما أمره أن يأتي بالكفارة أن الكفارة أيضا واجبة على امرأته، دل ذلك على أنها لا تجب عليها، لأن البيان لا يجوز تركه في وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا تركه، فلو كانت واجبة عليها لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويؤيد هذا مسألة تشبه هذه المسألة، سيأتي ذكرها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، وهي ما جاء في الصحيحين من قصة العسيف، والمراد بالعسيف الأجير. فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند امرأة هذا فزنى بامرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لأنيس: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم المتعلق بالمرأة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. لكن في حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب الصيام، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفارة واجبة على المرأة، فدل ذلك على أنها لا تجب عليها، ولو كانت واجبة عليها لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما بين وجوب الحد على المرأة التي زنى بها العسيف. وسيأتي التعليق على هذا التنظير إن شاء الله تعالى في محله. وقبل أن ننتقل لبيان جواب أصحاب القول الأول على هذا الدليل، أشير إلى أن الأصوليين يقولون لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبعض أهل العلم يرى أن هذه العبارة مما لا ينبغي، لأن فيه تحكما على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تستبدل بعبارة أخرى فيقال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فالنقاش هنا ليس نقاشا في القاعدة، وإنما نقاش في ماذا؟ في لفظ القاعدة، لأنه لا يتحكم أحد من البشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله أن أصحاب القول الأول الذين أوجبوا الكفارة على المرأة أجابوا عن هذا الدليل من عدة وجوه. فقوله والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه عن أي شيء؟ عن هذا الدليل. الوجه الأول أن الذين لم يوجبوا الكفارة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان في وقت الحاجة له، فيجيب الموجبون للكفارة بأننا لا نسلم وجود الحاجة إلى البيان وإخبار الزوج بوجوب الكفارة على امرأته، فالحاجة ليست موجودة. ولماذا ليست موجودة؟ لأن المرأة لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعترف بسبب الكفارة، وهو الوطء في نهار رمضان، وإنما الذي جاء
وأقر بالكفارة هو الرجل الذي وطئ في نهار رمضان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفارة واجبة عليه، والقاعدة أن الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة، فإقرار الرجل على نفسه لا يلزم منه إقراره على امرأته. فإذا هذا الجواب عن الوجه الأول، وهو أن المرأة لم أن الحاجة ليست داعية إلى إعلام المرأة وبيان وجوب الكفارة عليها، لأنها لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقر بسبب وجوب الكفارة وهو الجماع، لكن الأعرابية لما أقر بسبب الكفارة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبها عليه، وإقراره يختص به، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. الوجه الثاني أن هذه القضية وهي قضية وجوب الكفارة على الأعراب قضية حال، وقضية الحال المقصود بها الواقعة التي تختص بشخص أو تختص بحال، الواقعة التي تختص بشخص أو تختص بحال، هذه يسميها العلماء قضية حال، ويسمونها أيضا قضية عين، ويسمونها واقعة عين. فيقول الموجبون للكفارة هذه القضية قضية عين، وقضايا الأعيان القاعدة فيها أنها لا تعم، فقضايا الأعيان لا عموم فيها، وسبب ذلك أن قضايا الأعيان تتطرق إليها الاحتمالات، فيكون هذا الحكم وهو وجوب الكفارة خاصا بالرجل. وأما هذه المرأة فيتطرق إليها، أما وجوب الكفارة على المرأة فيتطرق إليه الاحتمال، لأن زوجة الأعرابي يحتمل أن تكون صغيرة، والصغيرة ليست مكلفة حتى تطالب بالكفارة، ويحتمل أن تكون مجنونة، أو أن تكون كتابية، أو أن تكون حائضا، والمجنونة ليست مكلفة بالكفارة لأنه لا تكليف على مجنون، والكتابية هل تجب عليها الكفارة أو لا تجب، ينبني ذلك على مسألة وهي خطاب الكفار بفروع الشريعة، والحائض لا يجب عليها الصيام، فإذا وطئها زوجها ومكنته من ذلك فإنها تأثم، لكن لا يجب عليها الصيام في حال حيضها، وإن كان يجب عليها القضاء بعد ذلك. ويحتمل أن هذه المرأة أيضا طهرت في أثناء النهار ولزمها الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مراعاة لحرمة الزمان، فوطئها زوجها في هذه الحال. وما دام أن هذه الواقعة قضية عين يتطرق إليها الاحتمالات، فإن الحكم فيها لا يعم، وإنما يختص بالأعرابي.
لكن المصنف رحمه الله رأى أن أصحاب القول الثاني اعترضوا على هذا الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعلم أن هذه المرأة حائض أمر متعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال الأعراب إلا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمن باب أولى أنه لا يعلم حال امرأته من كونها حائضا أو كونها صغيرة أو كونها مجنونة. وهذه الأعذار التي ذكرت من الصغر والجنون والكفر ونحو ذلك أعذار تنافي تحريم وطئ المرأة في نهار رمضان، وينافيها أيضا رواية أخرى وهي ما جاء أن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت وأهلكت، وهذا يدل على أن وطأه للمرأة مهلك لها، ويكون مهلكا لها إذا كانت مكلفة، أما إذا كانت غير مكلفة فإنه لا يكون مهلكا لها. لكن المصنف رحمه الله يقول هذا الاعتراض إنما يكون قويا في حال، وهو أن تكون رواية هلكت وأهلكت رواية صحيحة. والعلماء تكلموا في هذه الرواية هل هي صحيحة أو لا، وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية أن هذه الرواية لم يخرجها أصحاب الكتب الستة، وذكر الخطابي أنها ليست محفوظة وضعفها الحاكم رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه البيهقي. هذا هو الوجه الثاني، وأرجو أن ينتبه لهذا الوجه، وهو أن الذين أوجبوا الكفارة على المرأة قالوا هذه القضية قضية عين، وعرفنا المراد بقضية العين وهي القضية أو النازلة التي تختص بشخص أو تختص بحال ولا يكون لها حكم عام، وذلك لأنه يتطرق إليها عدة احتمالات، فتجب الكفارة على الرجل، ولا تدل هذه القضية على أن المرأة لا تجب عليها الكفارة، لأن المرأة يحتمل أن تكون صغيرة ويحتمل أن تكون حائضا ويحتمل أن تكون كتابية ويحتمل الأمر عدة احتمالات، فلا يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان وجوب الكفارة على المرأة لأن الكفارة لا تجب عليها، بل هذه القضية قضية عين يتطرق إليها عدة احتمالات. الوجه الثالث الذي ذكره الموجبون للكفارة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحكم وهو وجوب الكفارة على الرجل، فيلزم من ذلك وجوب الكفارة على المرأة من جهتين. الجهة الأولى أن القاعدة أن ما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام، كما أن ما ثبت في حق المرأة يثبت في حق الرجل، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام، ولا يجوز التفريق بينهما إلا بدليل يدل على ذلك.
فيكون معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أخبر الرجل بأنه تجب عليه الكفارة فإنه يثبت من هذا وجوب الكفارة على المرأة، لأن ما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة إلا إذا جاء دليل يخصص الرجل بالحكم، كما أن ما ثبت في حق المرأة يثبت في حق الرجل إلا إذا جاء دليل يخصص المرأة بالحكم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا الحكم ورد في من؟ ورد في الأعرابي، وكذلك كل من وطئ امرأته في نهار رمضان من الأعراب أو غيرهم يجب عليه الكفارة، لأن ما ثبت في حق أحد من المسلمين يثبت في حق غيره إلا إذا جاء دليل يفرق، إذ الأصل الاستواء في الأحكام، الأصل الاستواء في الأحكام. والمصنف رحمه الله ذكر أن هذا الوجه وجه قوي، لكن الذين يرون عدم وجوب الكفارة اعترضوا على هذا الوجه بأمرين، ولهذا قال المصنف وإنما حاولوا التعليل عليه، يعني حاولوا بيان علة في هذا الوجه، وذلك بأمرين. الأمر الأول أنهم أرادوا أن يذكروا وصفا تفارق المرأة فيه الرجل، أرادوا أن يذكروا وصفا مؤثرا تفارق فيه المرأة الرجل بحيث لا تأخذ حكمه في وجوب الكفارة. وهذا الوصف الذي ذكروه هو أن الرجل تجب عليه كلفة النكاح ومؤنته للمرأة، بخلاف المرأة فلا تجب عليها كلفة النكاح ومؤنته، وهذا فرق مؤثر بين الرجل والمرأة، وبناء على هذا فإن الرجل تجب عليه الكفارة بخلاف المرأة فلا تجب عليها الكفارة. وسيأتي أن المصنف رحمه الله ذكر أن هذا التفريق تفريق ليس بقوي، لأن كون الرجل تجب عليه مؤنة النكاح ليس وصفا مؤثرا في هذا الحكم حتى يحصل التفريق به بين الرجل والمرأة. هذا الأمر الأول الذي أراد من ذهبوا إلى أن الكفارة لا تجب على المرأة أن يضعفوا فيه إلحاق المرأة بالرجل في وجوب الكفارة. الوجه الثاني هو أنهم ذكروا أن الوطأ في نهار رمضان يحصل من الزوج، أما الزوجة فلا يحصل منها وطأ، وإنما غاية أمرها أنها محل للوطأ، فيضاف الوطأ لمن حصل منه وهو الزوج، وتجب عليه الكفارة لأنه حصل منه الوطأ. أما المرأة فقالوا لم يحصل منها الوطأ فلا تجب عليها الكفارة. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الوجه وجه ضعيف، وبين المصنف ضعف هذا الوجه والوجه الذي قبله من جهتين. الجهة الأولى
أن المرأة وإن كانت محلاً للوطئ إلا أنه لا يجوز لها أن تمكن الرجل من الوطئ، فهي يحصل منها فعل كما أن الرجل يحصل منه فعل، فلا يصح أن يقال إن المرأة لا يحصل منها وطئ، بل هي مشاركة للرجل فيه. وإذا مكنت الرجل من الوطئ فإنه يجب عليها الكفارة كما تجب الكفارة على الرجل. الوجه الثاني الذي يبين لضعف هذين الأمرين اللذين ذكرهما من ذهبوا إلى عدم وجوب الكفارة على المرأة هو أن الله سبحانه وتعالى أضاف الزنا إلى الرجل والمرأة، مع أن المرأة محل للزنا. ولو قيل إن الفعل إنما ينسب للرجل للزم من هذا أن المرأة لم يحصل منها زنا وإنما يحصل من الرجل، وهذا اللازم باطل. قال المصنف: ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى، يعني ما المراد بالمعنى هنا؟ الوطئ، المراد بهذا المعنى الوطئ، كما أن مدار إيجاب الحد في الزنا على هذا المعنى وهو الوطئ. وبناء على هذا يظهر من خلال الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله أنه يميل إلى ما ذهب له الجمهور من وجوب الكفارة على المرأة كما أنها تجب على الرجل. وهذا كلام دقيق متين ينبغي لطالب العلم الحريص على فهم دلالات النصوص أن يقرأه وأن يتأمله. نعم. فإن قلت بقي أن يقال إن أصحاب القول الثاني الذين لم يوجبوا الكفارة على المرأة استدلوا بقصة العسيف، أليس كذلك؟ وقالوا لما كان الحد واجبا على المرأة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يذهب لها وأن يسألها عن ذلك، بخلاف هذه المرأة فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يذهب ويسألها، ولم يخبر زوجها أن الكفارة واجبة عليها، فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب عنها لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان في زمان الحاجة، والسكوت في مقام البيان بيان. فيقال هناك فرق بين الواقعتين، ووجه الفرق ما هو؟ وجه الفرق هو أن حكم الرجل والمرأة في قصة العسيف مختلف، فالرجل شاب غير محصن وحكمه الجلد مع التغريب، بخلاف المرأة فهي ذات زوج محصنة فحكمها الرجم. فلما اختلف الحكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يذهب للمرأة وأن يسألها، بخلاف الرجل والمرأة في قصة الوطء في نهار رمضان فحكمهما واحد أو مختلف؟ الجواب أن حكمهما واحد، وما دام أن القصتين مختلفتان فلا يصح التسوية بينهما. نعم. المسألة الرابعة عشرة: دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين، وعن بعض المتقدمين أنه خالف فيه. قال: دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين
متتابعين. ودلالة الحديث على هذا الحكم من قبيل دلالة النص، ولهذا ماذا قال؟ قال دل بنصه. والنص إذا أطلق في كلام أهل العلم ما المراد به؟ المراد به ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ولاحظ دقة المصنف رحمه الله في قوله دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين، فجعل النصوصية متعلقة بالتتابع لا بالإيجاب، لأن الإيجاب فيه خلاف كما تقدم في اللقاء السابق. فالنصوصية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالتتابع. قال وعن بعض المتقدمين أنه خالف في ذلك، أي في إيجاب التتابع، لكن هذه المخالفة يمكن أن توصف بماذا؟ بأنها شاذة، لأن الشاذ كما تقدم معنا في الدروس السابقة هو ما خالف نصا أو إجماعا. نعم. قال المسألة الخامس عشرة، دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة، وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة، وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد، وقيل إن سعيدا أنكر روايته عنه. المسألة الأخيرة من مسائل الحديث، دل الحديث على أن الكفارة تكون إما العتق وإما الصيام وإما الإطعام، وأنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في كفارة الوقاع في نهار رمضان. وكيف دل الحديث على ذلك؟ دل الحديث على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصال الثلاثة في مقام البيان ولم يذكر غيرها، بل سكت عنه، فدل على أن غيرها لا مدخل له في التكفير، لا مدخل له في الكفارة، في كفارة الوقاع في نهار رمضان. قال وعن بعض المتقدمين أنه أدخل خصلة الرابعة وهي البدنة إذا تعذرت الرقبة، وجعلها بين الرقبة والصيام، فيقول الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فإنه يذبح بدنة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وذكر أن هذا قد رواه عطاء بن أبي رباح عن سعيد، يعني سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس، وقيل إن سعيدا أنكر رواية عطاء ذلك عنه. والذي عليه جماهير أهل العلم أن كفارة الوقاع في نهار رمضان لا مدخل لغير الخصال الثلاث فيها، ونقف عند هذا الحد. ولعل هذا الدرس يكون هو آخر لدروسنا في القراءة في هذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. فغدا يعني لن يكون هناك درس، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وتقواه، إنه سميع مجيب.